ما جاء ابو ناصر ما بعد افتر لا انت قالك ما يدور عليه زريج نايف فيصل يخبيك من المفترض ما تمشي الا معك حراس حسب رأيي الشخصي وتقديري الذاتي. ليش طلعت ذي؟ ما ادري. والله ان نشأتها ما خير دير. من المفترض ما تمشي الا معك حراس حسب رأيي الشخصي وتقديري الذاتي. لسه قال يا الحرام انك قمر لبسوه الباس يا لا 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 يا لا يا لا 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 كم الساعة موسى؟ كم الساعة؟ وربع وشوي كيف هو؟ 18 داش الربع كيف داش الربع؟ يعني يا لا 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 يا لا لا يا لا ايش؟ انت صادق لا اكذب شفتني اكذب انا يا اخي السعد الحين ها بدون تحية باقي مطول زال لك ها هبلة حلوة فيني فيك نوم ها ارقد ارقد بننام تحت الارض يا غشيمك نوم فوق الارض حنا ما ننام انه ما خلق العيون بديابه قول يلا حسن الخاتمه ولا الناس كلن ينامون وحنا ما ماجد هات يا شيخ متحدين نقف مفترقين من المفترض ما تمشي الا معك حراس حسب رأيي الشخصي وتقديري الذاتي علي الحرام انك قمر لبسوه الباس الله عليك من اين لك هذا الابداع هذا مو ابداع هذا حق سرعه حركه يعني لازمه حركه ما طيب ردي شيء لا اقول لا تعرف من تدلل بين ربة الجمال يقم فيك تدلل كم يا بار عادي لا في عمل بندش الحين هو دخول يتر بافيني ورعيني يبيك القلب وادري بكتبيني اجيك لا تجيك